أؤمن بالصدف، أنا أؤمن بالتوقيت الإلهي. أنا ولدت في عائلة مسلمة متدينة، والله كان لديه خطة رائعة. أنا كنت محبطة، وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي، يسوع أعلن نفسه لي وأعطاني حياة جديدة. وإذا صليت معي اليوم وإذا آمنت معي، الله سيعطيك حياة جديدة اليوم. يسوع المسيح حقيقي، هو يغير حياتك، هو يغير مقصد حياتك، ويغير أمم، وهذه الأمم ستغير العالم. مرحبا أصدقائي، أرحب بكم في برنامج اعتناق حياة جديدة. أنا إشيك أبلا، وكالعادة سوف أشارك معكم أمور جميلة ورائعة عن الله الرب يسوع المسيح، والذي هو البارحة واليوم وللأبد. سوف أتحدث اليوم عن الدم. أود أن أتحدث عن قوة الدم، وكذلك عن القوة في دم يسوع المسيح. أكرر، أريد التحدث إليكم عن الدم، لأن تضحية الدم في العديد من الأديان يعتبر مهم جدا. فإذا بحثت في الإسلام تجد أضحية دموية، أضحية حيوانية، وإذا تفحصت في اليهودية فسوف تجد أضحية الدم في العهد القديم. إذا بحثت في الفودو والعديد من الأديان المشابهة لها تجد تضحية الدم. لماذا تضحية الدم لها هذه الأهمية؟ أتذكر حين كنت طفلة صغيرة أحيا حياة مسلمة في أحضان الجدة، حيث أحضرت خروف صغير وقالت لي: هيا معي، أود أن أريك أمرا، فأنت في سن يسمح بذلك. ولم أعي ما الذي يحدث، وأخذتني إلى قبو المنزل وكنت أركز نظري عليها. كانت تنظف سكينتها، كان بيدها سكينة كبيرة، وبدأت أستوعب الفكرة وبدأت أهتز إذ رأيت الخروف الجميل بعد أن أغمضت عينيه بمنديلها وبدأت بتلو صلاة وهي تذبح. ذبحت الخروف من رقبته بينما كنت أبكي وأنوح ولم أدري متى أغمى علي، وبعد هنيها عدت لوعي. كان لوقع ذلك اليوم ذكرى خاصة ومخيفة أيضا، حطم طفولتي. أعتقد كان عمري حوالي 8 أو 9 سنوات، وكنت أعلم معنى أضحية الدم. من البديهي خاصة أني شاهدتها بأمة عيني، كان مرعبا بالفعل. وتكرر المشهد في ذهني شهرا بعد شهر، وكان يصعب علي النوم، وأخذت أحلم بكوابيس كان لها أثر كبير على حياتي. يسمى هذا بالقربان عند المسلمين. قربان يعني التقرب إلى الله، كلمة عربية وتعني التقرب إلى الله. نجدها في مختلف الأديان أيضاً، وفي سنوات لاحقة كنت أرى بقراً يمشي بدون رؤوس، قد قطع رأسها للتو في عيد الأضحى. كان هذا الموسم من كل سنة أليماً، فأنا أحب الحيوانات جداً. كنت أتساءل وعلى مر السنين لماذا يقدم الناس الذبائح الحيوانية أثناء طقوسهم الدينية؟ عندما نبحث في الكتاب المقدس، عندما نبحث في كلمة الله في العهد القديم، نجد أن هناك قوة في الدم. ولأول مرة نجد الله يتكل في العهد القديم، تكلم مع أخ قتل أخيه هابيل قائلا: دم أخيك البريء صرخ إلي. وما أرغب بتوضيحه هنا هو أن الدم يتكلم، للدم قوة. وقبل أن أخبركم عن دم يسوع المسيح، أريدكم أن تفهموا
أننا نحصل على معلومات ومعرفة عن قوة الدم من كلمة الله. في سفر اللاويين 17:11-14 نقرأ: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه، لأن الدم يمثل الحياة، الدم هو الحياة. ويعلمنا الله في الكلمة وبخاصة قوله: لا تأكل اللحم في العهد القديم، لا تأكل لحم به دم. لماذا؟ لأن له حياة، في حياة. وحتى في عصرنا الدنيوي الحالي نشاهد الكثير من الأفلام، والتي لا أشاهدها وأنا أرفض مشاهدتها بسبب إيماني، حيث تشاهد دم في كل مكان. لماذا؟ لأن لديه قوة معينة. ولكني أود أن أحدثكم عن دم يسوع المسيح. أرسل الله ابنه الوحيد إلى هذا العالم من أجلك ومن أجلي، لخطايا العالم بأكمله. تخيلوا، لكل خطايا البشر، لكل خطيئة يمكنك إدراجها أو تذكرها. فيسوع المسيح الضحية الكاملة جاء وصلب وسال دمه كدم خروف بلا عيب. لهذا نحن المسيحيون لا نحتاج لأي أضحية حيوانية من أجل خطايانا. لا نحتاج أن نضع ثقتنا في دماء الحيوانات التي تجري في الطرقات. أتذكر في طفولتي كنت أشاهد الطرقات مغطاة بالدماء، وخاصة في قرى تركيا الصغيرة. كنت أتمشى وأرى الدم في كل مكان. أتذكر أن أبي أراد بدء وظيفة جديدة، فأخذ خروف للميتم، وبعد ذبح الخروف كانوا يغمسون أصابعهم في الدم ووضعه على جبهتي. وكنت أسأل والدي: لماذا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ ويجيبني: للحماية، فربما دم هذا الخروف يحمينا. ولكن لدي خبر أفضل اليوم. بينما نرنم ربما لا نتكلم بما يكفي عن دم الخروف، الخروف الذي بلا عيب. لا نعظ أو نفرح بما يليق بدم الخروف، ولا نغني له كفاية: دم يسوع المسيح، أنا شاكر لدم يسوع، دم يسوع يغسل أبيض من الثلج. هللويا، ينظف كالثلج. هذا الدم لديه القوة الحامية، ليس دم أي خروف وحسب، بل دم خروف الله الكامل. وكما نرى في العهد القديم بأن الملاك وهو يعبر فوق مصر، وماذا حدث؟ إذا وضعت دم الخروف على براوز الباب لن يمس الملاك منزلك. وهكذا إذا كنت في المسيح يسوع وقبلته كرب ومخلص لك، تكون تحت الدم بدلا من وضعه على جبينك، فأنا الآن تحت دم يسوع، الدم الذي يحمي، الذي فيه قوة، الدم الذي يخلص، والدم الذي يغير، الدم الذي له قوة. دم يسوع. هللويا. في سفر العبرانيين 22:9 تقول: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم،
فنحن نحتاج لهذه المغفرة، نحتاج لدفع ثمن خطايانا، ويسوع دفع ثمنها بالصليب وهدر دمه من أجلنا. ففي العهد القديم حين قدم الناس الأضاحي والإسرائيليون قدموا ذبائح حيوانية وخراف، كان لازما أن تكون كاملة بلا عيب بدون عجز أو نقصان. وحين ننظر إلى العهد الجديد نجد أن يسوع المسيح هو الخروف الذي بلا عيب والكامل يهدر دمه. ماذا أفضل من إنسان كامل يذهب للصلب لأجلك ومن أجلي ويقول لك لا بقر ولا خراف ولا جمال، لا إراقة دم بعد ذلك، سأصلب لأكون الذبيحة الكاملة من أجلك ومن أجل تطهيرك، لكي أحميك وأشفيك، لكي تطهر وتخلص. أصدقائي، لا أعلم وضعكم اليوم، ولا أعلم إذا سبق لكم وضحيتم بحيوانات من أجل دينكم. أدعوكم اليوم أن تنظروا ليسوع المسيح ودمه بطريقة خاصة. عندما أبحث عن ترجمات للكتاب المقدس، أول بحثي يكون عن الدم. أريد معرفة معنى دم يسوع المسيح. دم المسيح أيتبوق المرتبة التي يستحقها كتابياً؟ ولكن حتى نحن المسيحيون لازلنا بحاجة لفهم واستخدام الكلمات التي على حيز الوجود، قوة الدم. عندما أرسل أولادي إلى المدرسة وعائلتي في الخارج، في كل صباح أغطيهم بدم يسوع لحماية حياتهم، لحماية حياتي. أقول لابنتي أغطيك بالدم، أنثرك بدم يسوع من رأسك حتى أخمس قدميك. عندما نمر بحرب روحية ندخل هذه المعارك بدم يسوع. عندما أواجه وضع أو ظرف أو تجربة أو أتصارع مع أمر ما، أبدأ بنثر دم يسوع المسيح على هذا الوضع، على هذه المشكلة. واليوم أسألكم أن تطلبوا من الله أن يظهر لكم ويريكم كلمة الدم، دم يسوع المسيح بطريقة خاصة جدا. أصدقائي، حتى عندما نتناول القربان ونشرب الدم كرمز لدم يسوع المسيح الذي سال على الصليب، عندما أتناول أفعل ذلك بجدية، لأن ذلك يرمز رمز الإخلاص بالعمل، كما لها قوة شفاء أو إيقاع المرض بأحدهم. إذا أخذها بغير استحقاق أو بدون توبة، بغير تفحص القلب، ذلك الدم فيه قوة. لا أتكلم عن دم الخروف. ذكرى أخرى من طفولتي، أتذكر عندما أحضر أبي خروف وكان ضخم البنية، وبمناسبات الافتتاح في البلاد الإسلامية يقدم أضحية حيوانية، فأحضر ذلك الخروف، خروف جميل جدا، وتصادقت مع الخروف. كنت أركض في الباحة خلف المنزل والخروف يركض خلفي، ولم يكن يعرف أي خدع فاقتصر لعبنا على الجري. كنت أضع ملح في كفي، فالخراف تحب الملح، وكان يأتي ويلعق يدي. كنت أتمنى أن يكون لي كلبا، ولم يكن هناك أمل بالحصول عليه. سمحوا لي باللعب مع الخروف فأسميته عبد الله. كنت ألعب معه وأشاركه كل أحزاني ومشاكلي التي لم أستطع أن أطلع عليها أحد سوى
عبد الله، فقد كان صديقا رائعا. وواصل الوقت الذي رغب أن يضحي أبي بعبد الله، فبدأت أبكي وأبكي بلا انقطاع. رجوت أبي بألا يضحي بعبد الله، فقد كان صديقي الوحيد، كان كاتم أسراري الوحيد، كل عذاباتي وأحلامي. أخذ والدي الخروف وبكيته طوال النهار. عاد والدي في المساء وبرفقته عبد الله. قال لي والدي: لم أستطع أن أفعل ذلك، كلما حاولت ذبحه تذكرتك وتذكرت كم تتألمين. اعتقدت أنه كان أعظم هدية قدمها لي والدي. أعاد لي عبد الله، وبعدها بوقت قصير تصرف عبد الله بغباء، إذ سقط من الدور الثالث للمبنى الذي تحت الإنشاء ومات، والتهمت الكلاب البرية. أود أن أخبركم بأن الله وبعد مرور سنين طويلة أعطاني الهدية المثالية. الله الآب أعطاني هدية مثالية، الضحية المثالية. فاليوم لا أحتاج أن أضع ثقتي حتى أعمق أسراري وأحلامي وأفكاري في حيوان أو شيء آخر. فمن خلال الدم الذي سال على الصليب وقال لي: أنا أحبك إشك وبدون شروط، أحبك كما أنت، فتعالي إلي كما أنت، سوف أكون صديقك ومخلصك، سوف أكون أمانك واطمئنانك، وأكون حاميك. وبعد مرور سنوات طويلة هأذن أقف اليوم أمامكم، عالمة بأن يسوع المسيح في حياتي، ولا أحتاج أن أقدم الذبائح بعد الآن، لأنه ليس بالأعمال ولا بالذبائح، بل بالإيمان بيسوع المسيح يمكنك ويمكنني أنا أن نخلص. فالإيمان بلا أعمال لا شيء، ولكن الإيمان أولاً محبة يسوع تملك فينا ويبدأ بالتغيير من الداخل إلى الخارج. ذلك الدم له مثل تلك القوة أصدقائي. في رسالة يوحنا الأولى 1:7 تقول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ربما اقترفت جميع الخطايا المذكورة في الوصايا العشر، لقد أنهكت كلا منها، استخدمت اسمه باطلا، نعم، كان لي إله آخر أمامه، نعم، لقد فعل ذلك أيضا، لم أكرم أبي وأمي، نعم، قتلت، نعم، قتلت 2 من أجنتي قبل معرفتي بالمسيح، سرقت بالطبع، وقتلت بأساليب مختلفة، النميمة، افتريت، هتكت سمعة آخرين، كذب، أقدمت عليها كلها. ولكن عندما سلمت حياتي ليسوع، دعوني أخبركم، عندما تقترفون كل تلك الخطايا تكون ثقيلة، تكون كلها ثقيلة. أنا أعلم، لم أقدر على رفع رأسي، كانوا على كتفي، كان هذا الثقل مثل أطنان أحملها على كتفي. ولكن يوم سلمت حياتي ليسوع المسيح قلت له: يا رب تعال واسكن في يا يسوع. تلك اللحظة عندما قلت ببساطة نعم لملكوت السماء، نعم للمسيح، نعم لكل ما يعرضه علي مجانا، عندما قلت نعم في تلك اللحظة رفعت كل الأثقال عن عاتقي. وهذه هي الحرية،
هذه الحرية التي يمكن أن يمنحها لك دم يسوع المسيح فقط. لحظة قلت نعم للمسيح شعرت بها. نفكر أحياناً بأن تلك التجربة، تجربة الخلاص، غير ملموسة، لا يمكننا أن نمسك به. ربما نفكر بأننا لن نراها. لا يا أصدقائي، الخلاص هو اختبار ملموس، نعمته ملموسة، حبه ملموس. لحظة سلمت حياتي للمسيح كانت لحظة ملموسة. غسل عني أثقال الخطيئة، غسلت، نظفت وطهرت بواسطة الدم، وذلك الدم لا زال يتكلم. تصور أن دم هابيل يتكلم، فكم بالحري دم يسوع المسيح الذي يكلمنا اليوم وله القوة اليوم. هللويا. أدعوكم اليوم أن تغتسلوا بدم يسوع المسيح لكي تتمكنوا من القول لا أحتاج لذبائح حيوانية، لست بحاجة للتضحية بحيوانات، أنا تحت دم الخروف. أدعو المؤمنين أن تغطوا أبناءكم بالدم على أوضاعكم، أماكن عملكم. ربما تعمل بمكان لا يؤمنون بيسوع المسيح، لا يؤمنون بما تؤمن أنت، هناك اضطراب، لا يوجد سلام. أقترح عليكم قبل الذهاب إلى تلك الأماكن ويوميا أن تلوث بدم يسوع وتغطي المكان بدم يسوع. أناشد بدم يسوع، يهوى شالوم، تعال أحضر سلامك، سر معي، كلمني يا رب، حملني سلامك حيثما أذهب وأينما أذهب. كم هذا رائع، وكيف يمكننا أن نقول أنه غير ملموس؟ أترون التغيير؟ أحضرت منذ فترة ابنتي إحدى زميلاتها، فتاة يافعة. حالما وقعت عيناي على الفتاة ارتفع حاجباي، وظننت ربما تكون من أتباع الشيطان. كانت متسربلة بالأسود وأظافرها مطلية بالأسود. تفهمون ما أقوله؟ طلاء شفاه أسود، وبهرجة عيناها سوداء مغطاة بالأسود، وسلسلة كبيرة حول عنقها، وميدالية لا أعرف معناها. وكأم عندما رأيت تلك الفتاة التي دعتها صديقة بجانب ابنتي شعرت بالاضطراب، خفت على ابنتي. طلبت مني ابنتي بينما صديقتها تعلق معطفها قائلة ماما أرجوك كلميها، فهي بحاجة ليسوع المسيح ولهذا أحضرتها هنا. أشعرني ذلك بالارتياح، وبنفس الوقت شعرت بحزن الله. كان الله حزينا، وبدأ ذلك الثقل يتحكم ويملأ قلبي. بدأت أشعر بالحزن من أجل تلك الفتاة، وحين حضرت تكلمت مثل أترابها. سألتها أترغبين بشرب شيء ما، فأجبت نعم أرغب بعصير البرتقال. أجبت بالطبع وأعطيتها، وبدأت أحدثها. إنه قرار كما تعلمون، قراري بأن أرفضها، أن أكرهها، أو كمسيحية أن أحبها، أن أقبلها وأصلي من أجلها. لا يعني هذا قبولي لمعتقداتها ولا المصادقة لتلك المعتقدات، لأنه حسب قول الكتاب المقدس الصداقة مع الدنيوية هي عداوة مع الله. عليك اختيار أحدها، أبيض أو أسود، لا يمكن اتباعهما معا. فإذا كنت مستمع مؤمن وإحدى رجليك في الدنيوية والأخرى في الكنيسة، أطلب منك وضع رجليك الاثنين في بيت الله، أن تمشي بكلا من رجليك في طريق الرب. فرحبت بتلك الفتاة وبدأت تحدثني،
والديها ساريان بإجراءات الطلاق وكلاهما مرتبط بعلاقة أخرى، فسألتها أي ساعة تذهبين للبيت؟ يمكننا توصيلك، فأجابت لا يهتم أهلي، لا أحد يهتم. قلت لها يمكنك النوم عندنا الليلة كما يمكنك الذهاب إلى اجتماع الشبيبة، فنحن نأخذ ابنتنا إلى اجتماع شبيبة الكنيسة. قالت حسنا، أنا ساحرة، لست مؤمنة، لست مسيحية، ألا تعتقدين ذلك؟ انظري إلي وقولي أنهم لن يوصموني بذلك. فقلت أبواب الكنيسة مفتوحة للجميع. أردت أن أقول كل خاطئين، ولكن شيء ما أوقفني، لم أرغب بإقفال باب الشهادة، فقلت أبواب الكنيسة مفتوحة للجميع. وأخذنا تلك الفتاة ليلتها إلى الكنيسة برفقة ابنتي، وراقبتهم من بعد. وأخبرتني ابنتي لاحقاً بأنها لبت نداء المنبر وألقت نفسها عند الهيكل وبكت بشدة، بكت وبكت وبكت. ورجعت معنا تلك الليلة وزينتها دمرت تماماً، ونظرت في عينيها الجميلتين، والتغير لم يكن فوري ولكن كانت تحت دم يسوع. تلك الليلة وبالرغم من نومها في غرفة أخرى كأم، لازال لدي بعض التحفظات لكونها تحت سقفي، وهذا يدعى اضطراب الحكمة. استيقظت مرارا أثناء الليل وهتف بدم يسوع مرارا وتكرارا فوق ابنتي وفوق غرفتها وعتبة الباب. قلت دم يسوع، دم يسوع، دم يسوع، بدل هذه الفتاة الغالية، المسها بروحك القدوس. وتلك الفتاة أصبحت شخص مختلف. لماذا؟ لأن المسيح أحب تلك الساحرة، الفتاة الساحرة اليافعة. حتى في خبثها اهتم بها الله وناداها ووجهها إلى منزلي، وصنع تغيير هائل في حياتها. هو متوفر لكم اليوم، يمكنكم العيش منصورين، يمكنكم أن تطهروا، أن تتقدسوا وتتغيروا بسبب دم الخروف المثالي. إذا آمنت، إذا سلمت حياتك، إذا قلت يسوع المسيح هو الرب، سوف يأتي ويبدل حياتك ويبدل مصيرك إلى الأبد. فليبارككم الله، وإلى لقاء آخر.